التلاتة قالوا لغاية 3:30. الإشارة صوت الكروان. شوف مين. يمكن كروان بجد؟ لا اوعى عم تهامي سيبني. الله لا تمشي بقولك. سيب عم تهامي استنى. الله يا امال وانا عرب ده الوقت فرج لكتع. انت اللي عملت صوت الكروان ده يا ولا؟ ايوه عم سيد. تشتري الراديو ده؟ مين اللي قالك على الاشارة دي؟ اتكلم. محدش قال لي، انا بعرف وده دي كبيرة. تشتري المروحة؟ ما تستهبلش عليا يا ابن الغجرية. مين قالك على اشارة الالة دي؟ انت. طب خف ايدك على الرقبة هتموتني. كلكوا عارفين ان انا بعرف كل حاجة في السويس. برضو لسه ما جاوبتنيش، عرفت منين اشارة الالة دي؟ من حسن افندي بتاع البنك، هو اللي قال لي. ليلة الكروان. تفضلوا ربنا معاكم. يا ترى في احتمال اليهود يدخلوا الليلة؟ اليهود مش هيقدروا يدخلوا السويس يا أستاذ حسن. طب مش كنا سيبنا الفلوس والودائع في خزينة البنك زي ما هي؟ احتياط لابد منه، دي مرتبات الجيش التالت كله، مش ممكن نسيبها تقع في ايدينا أعدائنا. العيش سخن والبولوبيف لذيذ قوي. تخبز يمين وشويس فاضي يا عم سيد. اطفح اللي بتطفحه وغور لقط رزقك بعيد عننا. هو ده رزق يابا؟ ده واد منجوس ابن كلب بيسرق البيوت الواقع ويفتش الجتت. انا في النقطه يا محمد. لمين يا اكتع؟ ده بتوع المقاومه. مش دي مهمه وطنيه برضه يا عم سيد؟ انا عاوز اعرف انت بتدخل وتخرج من السويس ازاي واليهود محاصرينها. وشيكك معاهم، روح انت دلوقتي. بتسكت له ليه يا حاج؟ ده هيبقى جاسوس واهله من الغجر. ودول ناس لا ليهم بلد ولا اهل ولا قلبهم على حد. بس العربيه قربت. اسمع يا فرج، امشي اخرج دلوقتي من الباب الوراني على طول، احسن اخليهم يضربوك بالنار. لكن حسن افندي مديني معاد قبل. اسمع اللي بقولك عليه، امشي. ضربني حضرتك من مصر. ابقى روح له البيت. يلا يا معلم سيد. هنا يا بيه، هنحطهم في شويلة الدقيق الفاضية ونكمل عليهم دقيق ونعلم لشويلة. محدش ضامن عمره في الظروف دي. قرب يا استاذ حسن، انت الوحيد اللي هيعرف الودايع دي متشالة فين بصفتك وكيل فرع البنك في السويس. يعني هتبقى انت والمعلم سيد وابنه محمد وتهام الغفير زي لجنة بتستلم العهدة. مفهوم. والرجالة التانية دول العساكر بتوعي وانا ضامنهم. اديتها المهية في ايدها وقلت لها زي ما حضرتك ما قلت لي، قالت لي سلم على حسن كتير وقول له يخلي الجيش يشوف له صرفه ويخرجه من السويس. شفت يعني؟ الا شفته زي القمر طالع حلو زي امه. اخلص يا حيوان، امشي نجرب. اشيل لك الشنطه واوصلك عشان اعرف هتنام فين. مالكش دعوه. طب مش هتبعتني مصر تاني؟ انت هادي، انت بتدخل وتخرج من السويس ازاي؟ مستني ايه بفرج العدسه؟ مش هتشتري الراديو بقى؟ انا خايف لا تهام ينام. ما تخافش يا حسن افندي، تهام غفير متودك واخد انه يصحى طول الليل وينام بالنهار. امال فين بقيت رجالتك يا حاج؟ عندهم عمليه الليله. مش كان احسن يجوا يحرسونا ويحرسوا الفلوس؟ اطمن يا حسن افندي وما تنعاش هم. من أول ما جيت السويس وأنا بسمع عنك حاجات كتير قوي يا حاج سيد. الناس كلها جيش وأهالي بيثقوا فيك قوي. الحمد لله. أنا لما شفت الصورة اللي عبد الناصر بيسلم عليك فيها جسمي أشعر وعينيها زغللت. ده كان أول عيد نصر في بورسعيد. قالوا لي إنك دوخت الإنجليز. ومدوخ اليهود دلوقتي. قول أنت اللي مدوخهم. تعرف يا حسن، اليهود عاملين 20,000 جنيه مكافأة للي يسلمهم محمد. 20,000؟ احنا ولادك يا بابا، بننفذ خططك. طب نام بقى.
انت عندك هم كتير بكره. طلعت عمك مصطفى؟ مش راضي، بيقول طول ما انت في سويس هو مش هيخرج. ده حتى صلاح ابن غلوب فيه. انت شفت صلاح؟ هو اللي غطانا بالسرية بتاعته امبارح، جاله جواب من نعيمة قلقانة أوي عليك. الحمد لله انها سافرت قبل الحرب. يا مين يا حاج؟ بنت يا حسن افندي، سافرت تعمل دكتوراه قبل الحرب بشهرين. لو كانت استنت كان زمانها معانا. الحمد لله ربيتها كويس قوي، طلعت دماغها ناشفة زي وزي محمد. وصلاح خطيبها ابن عمها ضابط مدفعية، دماغه أنشف مننا كلنا. يعني إيه دماغه ناشفة؟ صحيح يا حسن أفندي ما أنتش فاهمها؟ أمال إيه اللي بقاك في السويس غير وظيفتك؟ يعني واجبي و كفاية أنت قلتها. ها تصبح على خير. وأنت من أهله؟ رايح فين يا ابني؟ هتطمن بس يا حاج. ما سرقتش مليم واحد. بتنام كويس يا حسن؟ ضميري مستريح. وضحاياكم ثلاثة. بريء من دمهم، والضحية أثبت إن اليهود هم اللي قتلوهم. ومين اللي سلمهم لليهود؟ متصدقيش اللي بيتقال عليا يا مشيرة؟ مش مصدقة يا حسن. ما جبتيش هاري معاك ليه؟ خفت عليه. الفلوس اللي لويها في بيتك جزء من الفلوس المسروقة، إزاي بتقول ما خدتهاش؟ اسألوا فرج لكتع، هو شاف اليهود هم بياخدوا الفلوس بعد ما قتلوا سيد وابنه. بس فرج لكتع مات في معركة الدبابات ومش هيقدر يشهد معاك. أنا مظلوم، القضايا كلها بترفعها ضدي. محكمة